من يتوهم أو من يعتقد أن تنظيم داعش ما زال يمارس أدواره الخفية، ربما الأدوار المعلنة على الأرض تكون أو تكاد تكون اختفت، لكن الأدوار التي يمارسها ويلعبها هذا التنظيم من خلال شبكة الإنترنت مفزع ومرعب، والدليل بالأرقام أن دار الإفتاء النهاردة بترصد أضخم مكتبة إلكترونية متطرفة لداعش بحجم 3 تيرا بايت، يعني التيرا بايت ده 1000 جيجا بايت، يعني مساحة كبيرة جدا بالأرقام، يعني أكثر من 800,000 كتاب على مواقع الإنترنت بتنشر الفكر المتطرف، 846,265 كتاب رصدتهم إدارة الذاكرة الرصدية للتطرف التابعة لدار الإفتاء. ماذا حدث وكيف تم الرصد وماذا بعد ذلك، يعني كيف سيتم التعامل معها، ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي معانا على الهاتف الأستاذ حسين حمدي مدير الذاكرة الرصدية للتطرف التابعة لدار الإفتاء. أستاذ حسين برحب بحضرتك معانا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم، ازيك حضرتك يا سيدي. رقم ربما يتصوره البعض ان هو كيف تم رصد هذا الرقم 846,265 كتاب لتنظيم داعش بيدعو للفكر المتطرف، كيف تم الرصد وهل هذه هي المره الاولى اللي تم فيها رصد مثل هذه الامور؟ تمام يا فندم، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا في دار الافتاء المصريه بقياده فضيله المفتي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه رئيس الامانه العامه لدور وهيئات الافتاء في العالم، كان في مجهودات بذلت من حوالي اكثر من 13 سنه في الرصد، كانت اولها رصد قضايا الشان الديني وقضايا الاسلاموفوبيا، وبعد ذلك تطرقنا لرصد التطرف بدايه من عام 2014. ايوه. حينما تم تدشين مرصد الاسلاموفوبيا ومرصد الفتاوى التكفيريه، وتوسعنا بعد ذلك في رصد هذه المحتوى المتطرف، وقمنا برصد في أكثر من جهة على السوشيال ميديا وعلى المواقع الإخبارية وعلى المواقع السحابات التخزينية، وزي ما حضرتك تعلم يا فندم كان في محو المحتوى المتطرف على التليجرام، وبعد ذلك انتشر داعش على السحابات التخزينية، حيث وصل بهم إلى إعداد أكبر مكتبة إلكترونية رقمية ضخمة تحتوي على حوالي أكثر من 3000 جيجا، يعني حوالي 3 تيرا. المكتبة تحتوي على أرشيف عملاق لكل ما يصدر عن المراكز الإعلامية للولايات التابعة للتنظيم. طبعا في برضو هناك ضمن المكتبة الإلكترونية هناك إصدارات للمؤسسات الرسمية الناطقة باسم التنظيم ومؤسسات المناصرة للتنظيم، كل هذه الإصدارات مرصودة بالفعل، وهذه الإصدارات عبارة عن موسوعات وفتاوى وكتب ومقويات يعني وعمليات إرهابية لا داعي لذكرها. أكيد. فكل ذلك يعتبر مصدر رئيسي للتكفيريين، ممكن مرجع يعني كمرجع للتكفيريين او يعني مرجع للتكفيريين لنشر هذا المحتوى المتطرف بضغطة زر واحدة. وده يعني مهم جدا ان احنا لازم تدور في دار الافتاء، وبعد ما عملنا مكنس للفتاوى المتطرفة قمنا بمجابهة هذه الافكار المتطرفة والرد عليها دون نشر الفتوى المتطرفة. نشرنا في أماكن كثيرة، وترجمت هذه الرد في آليات كثيرة، ترجمت في المرجع المصري لمكافحة التطرف وصدر في حوالي 50 مجلد، ترجم في مجلة سلام لدراسات التطرف، وهذه المجلة مجلة فصلية، ترجم إلى سلسلة من تقديرات المواقف والسياسات، ترجمت في ندوات ولقاءات شهرية. طيب. وتم عمل ورش عمل وحلقات نقاشية حول ذلك. أستاذ حسين، يعني هذه المكتبة الضخمة يعني متواجدة مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي، كل المواقع اللي احنا نعرفها الفيسبوك اكس تليجرام؟ لا يا فندم. لا. أمال فين؟
هذه المكتبه الالكترونيه موجوده في نظام جديد هو التخزين السحابي. التخزين السحابي زي ما حضرتك عارفه اللي هو الستورج كلاود، زي دروب بوكس، زي امازون 3، زي جوجل درايف، زي وان درايف، زي اي كلاود، كل دي صحف تخزينيه. دي مميزه جدا بالنسبه للتنظيمات الارهابيه لانها توفر السهوله في التخزين، توفر اجهزه التخزين، توفر السهوله في مشاركه الملفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدير الملفات بطريقه سهله جدا عن طريق التطبيقات ومزاماتها على الهواتف ايضا.